نعم التشيع واليهودية هناك علاقة. التشيع والمجوسية الزردشتية هناك علاقة. نعم لو ضربنا مثال بين العلاقة بين التشيع واليهودية، وهذه ستكون بإذن الله في 4 حلقات. جميل. هناك تشابه وهناك رابط بين الشيعة واليهود في تكفير غيرهم واستباحة دمائهم. صحيح. هذه عقيدة الشيعة في كتبهم مثل كتاب الغيبة للطوسي وبعض الكتب، وهذه سوف نذكرها بالصفحة عند حينما نفصل بإذن الله تعالى. يقطع أيادي بني شيبة، أيادي بني شيبة الذي قال عنهم صلى الله عليه وسلم في مفتاح الكعبة: لا ينزعه عنكم إلا ظالم. سيقطع أيادي بني شيبة ويقول: هؤلاء سراق الكعبة. المهدي سيأتي ويقتل الحجيج بين الصفا والمروة. هذه في عقائد الشيعة. عند اليهود أن المخلص، وما لا يقول المهدي، أن المسيح المخلص، والذي هو حقيقة عندنا هو المسيح الدجال، أن المسيح المخلص كما جاء في التلمود وفي التوراة أنه سوف يقتل ثلثي العالم، نفس عقيدة الشيعة. كذلك تشابه الشيعة واليهود في مسألة التحريف. اليهود حرفوا كتاب الله، والشيعة يقولون أن القرآن محرف، نفس العقيدة. صحيح. تشابه الشيعة واليهود في مسألة الوصايا: لا يكون الملك إلا في نسل آل داود عليه السلام، يكون الملك إلا في نسل داود عليه السلام، والشيعة تقول: لا تكون الإمامة إلا في نسل الحسين عليه السلام. محصورة. نعم. غلو اليهود والشيعة في الأئمة، الشيعة تغلو في أئمتهم واليهود يغلون في حاخاماتهم. نعم. اليهود جاء في بعض الروايات في التلمود، هذه سوف نثبتها، يقولون: كلام الحاخام مثل كلام الله، ولو قال لك الحاخام أن يدك اليمين هي الشمال فصدق. هذا في حق اليهود. والشيعة تقول نفس الكلام، أن الأئمة يعلمون ما يكون، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، وأنهم أوتوا علم الأولين والآخرين. الشيعة واليهود يتشابهون ورباية الأنبياء. كان عيسى عليه السلام كما تقول كتب اليهود كان يسكن هو وأمه في ربوة في منطقة مرتفعة، مريم رضي الله عنها، فكان إذا نزل عيسى عليه السلام إلى الزاني وابن الزهود. ماذا تقول الشيعة؟ أقول أنهم يتهمونها بالزنا؟ هذا معروف، وهذا العام يعرف، وهذا سمعناه. وبالمناسبة ياسر الحبيب هذا أنا في قناعتي أنه أصدق شيعي، أصدق معمم على وجه الأرض. صحيح. وليت كل الشيعة يكونون أبطال ويعيدة. واضح؟ نفس العقيدة تتشابه. تشابه الشيعة واليهود في تقديسهم لأنفسهم. نعم. الشيعة يقولون أننا خلقنا من طينة خاصة. ها؟ واليهود يقولون نحن شعب الله المختار وغيرنا القويم. هي يعني أكثر من 10 محاور وعقائد يتشابه فيها الدين الشيعي بالدين اليهودي، وهذا سوف نفصله في 4 حلقات بإذن الله تعالى بالصفحة وبالمجلد.